كيف حالكم؟ أنا دكتورة حلا القوقة، أخصائية أمراض جلدية وتجميل. بدي أحكي لكم اليوم شوية معلومات عن الفيلر. الفيلر المستخدم في الوقت الحالي مكون من مادة اسمها الهايلورونيك أسيد. هاي مادة أصلاً موجودة في جسم الإنسان بتربط الخلايا مع بعض. المواد الموجودة حالياً آمنة جداً وفعالة وبتعطي نتائج كتير ممتازة وفورية. الفيلر بينحط بعدة مناطق بالوجه، وفي كمان أنواع بتنحط في الجسم. الفيلر بينحط بعدة أماكن في الوجه، ممكن إحنا نحطه على الخدود عشان يرفع الخدود ويشدها وبيعطي شوية حجم للوجه، بينحط حوالين التم عشان يخفي التجاعيد العميقة اللي بتصير معنا مع الوقت لأنه إحنا بنخسر دهن من الوجه، ممكن كمان ينحط بالشفايف، بينحط في الدقن، بيطول الدقن شوي، ممكن كمان ينحط على جوانب الجبين لأنه إحنا بنخسر الدهن من الوجه مع الوقت من هاي المناطق كلياتها. في كمان أنواع من الفيلر بتستخدم في الجسم لكن لازم يتم حقنها من قبل الطبيب المختص. في كتير محاذير للفيلر قبل ما إحنا نستخدمه. أول إشي لازم نتأكد إنه المريضة ما عم تاخد أي نوع من أنواع مميعات الدم مثل الأسبرين والبلابكس. يفضل إنه إحنا نوقفها من يومين لثلاث أيام قبل ما إحنا نبلش الجلسة. ولازم نتأكد إنه المريضة ما عندها أي نوع من أمراض المناعة ضد الذات مثل مرض الروماتويد أرثرايتس أو الروماتيزم. عادة الإجراء الطبي عشان إحنا نعمل فيلر للمريضة بيكون كتير بسيط وما بياخد أي وقت طويل وبيعطينا نتائج فورية. إله بعض الأعراض الجانبية إنه بيكون في ألم بسيط خلال العملية الوخز بالإبر، عادة نتجنبها باستخدام كريم مخدر موضعي ومنحط ثلج على المنطقة. تقريبا الناس ما بتحس بأي إشي، بيكون في إحمرار بسيط في الجلد، وممكن عند بعض الناس يصير في زي كدمات زرقاء على الوجه بسبب الوخز بالإبر، بيكون في شوية تجمع دموي تحت الجلد. الفيلر كتير بسيط وكتير آمن. الميزة هاي الأيام بمادة الهايلورونيك أسيد إنه في حال المريضة صار معها أي مضاعفات لا سمح الله أو غيرت رأيها بعد فترة ما حبت النتيجة، إحنا ممكن نشيله بمادة اسمها هايلورونيديز، خلال عدة ساعات بيروح الفيلر وما في أي مشاكل معه.